بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا أمين. معنا ابن البيت اليوم يا أحبائي، نختم الحديث عن الوالدية بمفاهيمها العامة. كنا بدأنا من عدة لقاءات نتحدث عن المحبة ما بين القسوة والتدليل، فتكلمنا مرة عن التدليل ومرتين عن القسوة. النهاردة نتكلم عن صورة أخرى من مظاهر القسوة، من مظاهر التسلط، وهي الهيمنة والسيطرة. المهيمن والمسيطر قد لا يرفع صوته ولكن يفرض رأيه فيما لا ينبغي أن يفرضه. تعال نشوف الحكاية دي ماشية إزاي. أصلاً ليس بالضرورة أن القسوة تأخذ شكل من أشكال العنف، إنما من مظاهر القسوة إلغاء إرادة وفكر ورأي الآخر، إلغاء إرادة وفكر ورأي الآخر. وده بيرجع الى اقتناع الامهات والاباء ان هم اللي بيفهموا اكتر لان هم اكبر، هم عندهم الخبرة. وده اقتناع من الاباء والامهات ان هم اللي عارفين مصلحة الابن والابن اكتر من معرفتهم لمصلحتهم، قد يكون بنسبة او اخرى انما ليس بالصورة المطلقة، وهذا امر خطير. انا عايز بس أدي بعض المظاهر للهيمنة والسيطرة. أول مظهر من المظاهر بيبان قبيل العيد، اللبس. الأم عايزة تلبس بنتها على ذوقها وتلبس ابنها زي أبوه. أقولها تاني، تلبس بنتها على ذوقها وتلبس ابنها زي أبوه، وتخلي بنتها وابنها موضع سخرية في المجتمع. تاني، تخلي بنتها وابنها موضع سخرية للمجتمع. أولا لأنهم بيلبسوا بما لا يتناسب مع سنهم، ثانيا بيلبسوا بما لا يتناسب مع الذوق العام في المرحلة دي. ده لكل موسم ألوانه ولكل موسم أشكاله ومضاته. إنما هو تلف في الدنيا كلها عشان تجيب، لما كانت في سن بنتها كانت بتلبس إيه؟ ده كلام غير مقبول، ده كلام مرفوض. عشان كده نلاقي الولاد بيعانوا ومش عارفين يختاروا لنفسهم حاجة. طب ولما يكبروا مين هيختار لهم؟ ولما يتجوزوا مين هيختار لهم؟ نمي فيهم الذوق، نمي فيهم حسن الاختيار، نمي فيهم اختيار المناسب للظرف المناسب. إنما تفرضي عليهم ذوقك ده أمر خطير جدا. برضو من مظاهر الهيمنة والسيطرة بنلاقيها عند مرحلة معينة، اختيار التوجه العلمي والدراسي، وده لها مستويين. المستوى الأول علمي ولا أدبي، وفي أوقات علم علوم ولا علم رياضة حسب بقى الأنظمة التعليمية في ذلك الوقت.
الأبهات والأمهات تطلعاتهم أعلى مستوى تعليمي بمقاييسهم. في زمن من الأزمنة كان أعلى مستوى تعليمي وليه مكانة في السوق المهندس، وبعد كده دخل الطب بفروعه، وبعد كده دخلت الصيدلة لفرص شغل الصيدلة الأكتر في شركات الأدوية وهكذا. فبيبقوا عايزين يدخلوا ولادهم حيث الدخل الأعلى في الشغل. طب النهاردة واحد بروجرامر في الكمبيوتر دخله أعلى من أي دكتور مدام نجح وطور نفسه. عشان كده بتجيلنا أزمة وقت دخول الجامعة، بيجيلنا الأولاد والبنات من وراء أهليهم، ماما عايزاني أدخل طب وأنا مش عايزة الطب. طب تقول للبنت قول الماما لأ وانت غير مقتنع؟ للأسف بيبقى موقف الكنيسة محرج جدا، ولازم الكنيسة هي اللي تقعد مع الأباء والأمهات وتسمع لهم وتبدأ تتكلم معاهم. عشان كده من فضلكم سيبوا الأولاد يختاروا وفقا لأحد أمرين، إما مواهبه ومميزاته بيتميز بإيه، إما طموحاته هو عايز إيه، وإما قدراته هو هيقدر يكمل في إيه. يعني الولد أحيانا أو البنت بالذات بعد إنهاء دراسة الثانوية العامة بتحس عبء كبير، إمتى بقى نخلص الدراسة؟ فعايزة كلية أربع سنين مش خمس سنين ولا ست سنين. فسيبوا ولادكم ساعدوهم على الاختيار وما تفرضوش عليهم نوع من أنواع الاختيار. وذكاء الأم اللي تخلي البنت تختار اللي ماما عايزاه، سمعت التعبير ده؟ تخلي البنت تختار اللي ماما عايزاه، إن أنا بطرح وبحلل إيه مميزات ده وأضرار ده وإيه مميزات ده وأضرار ده. طب شوف المميزات هنا أكتر ولا هنا أكتر، الأضرار هنا أقل ولا هنا أقل، طب اختار اللي أنت عايزاه. فتحت الذهن، علمت ياخد القرار. برضو مرحلة تالتة بتيجي، اختيار العريس والعروسة. للأسف لازلنا لدرجة ان اولادنا دلوقتي بيعملوا ايه، ما يقولوش يا ماما انا في واحدة شايفة وبرتاح لها، ده يقولك ماما انا في واحدة عرفها من اربع سنين عايز اتجوزها. اربع سنين وما قلتليش ليه؟ والبنت تقول لك ماما زميلي في الجامعة أنا أعرفه يعرفني من أول أولى في الجامعة وعايز يتجوزني وما قلتليش ليه؟ ما عارف رأيك، ما بتسمعيش، بتصدي، بتفرضي رأيك، ما بتحاوليش تاخدي وتدي مع بنتك ومع ابنك. للأسف كتير من الأمهات بيتحشروا بشكل شديد جدا في اختيار، هي عايزة بنت اختها لابنها لانه بنت اختها بنت ايا كانت المواصفات، هو حس انها اخته او قريبة منه فشايف عيوبها فليه افكار اخرى. وبعدين هنا بنقف قدام احد احتمالين، يا اما الاهل بمرونة يتعاملوا مع ابنهم ويسيبوا يختار بس احنا ننصح، يا إما الواد بالقهر يخضع للقهر أو البنت تخضع للقهر وتوافق اللي أهلها عايزينه، لأن يعني أحيانا في تهديدات. النتيجة إيه؟ النتيجة إنها البنت اتجوزت واحد على غير إرادتها. الحقيقة هيبقى في عدم توافق على مدى سنوات الزواج. ربما البنت تتجوز وتبقى عايشة بجسدها مع جوزها انما قلبها ومشاعرها مش مع جوزها خالص، مش يعني مش مرتاحه. ربما لازالت متعلقه بالشخص اللي كانت تتمنى الجواز منه وكل ما بتشوفه بتتحطم، هو ده اللي كان انسب. والاشكال مش كده، ده هي حاطه اللي كانت عايزاه على سكرين ومن خلالها بتبص على الشخص اللي اتجوزته، دايما شايفه اللي ما خدتوش احسن من اللي خدته. تخيلي مشاعرها تجاه اللي بتتجوزه هتبقى ايه؟
عايز اقول لك مثل هذا الاكراه لو خد موقف متشدد ده يبطل زواج، ده الله غير راضي عنه، عشان كده بقول بطلان زواج. من فضلكوا علموا اولادكوا يختاروا ازاي. الام الشاطره والاب الشاطر اللي في مراحل جامعه يبداوا يتكلموا عن الاختيار الافضل، يتكلموا بناتهم واولادهم على تحكيم العقل في الاختيار، ازاي يبقى التوافق، توافق في الدراسه، في المستوى الاجتماعي، في المستوى الروحي وغيره من انواع التوافق. انما استنى وقتها وافرض رايي منتهى الخطور. مظهر اخر من مظاهر الهيمنة والسيطرة واللي تعبر عن القسوة الداخلية من غير كلمات فيها قسوة، المبالغة في إبداء النصائح. كتير من الولاد يعني يبقى عايز يقعد جنب بابا وماما كده سدد بودانه، أو إنه يهرب من القعدة بتاعتهم، أي كلمة بيقولها عليها تعليق، حاجة يعني بصراحة تغيظ. يعني تعالوا نشوف كده اللي بيحصل. المتسلط يكسر من النصائح وتبقى نصائح متشعبة في كل مجال. متسلط، المتسلط يكسر من النصائح دون مراعاة الوقت المناسب. يعني الواد قاعد بيلعب ولا بيقرا نتكلم وننصح، يا ابن التليفون ده مش هيعمل لعينيك ايه، يا ابن التلفزيون ده مش عارف ايه، مش وقتها. ما ينفعش تتقال مرة كل فين، مش كل 10 دقايق. برضو كثرة النصائح في وجود اخرين، انت بتكسري ابنك او بنتك. كثرة النصائح بغض النظر عن امكانية تنفيذها، بتنصح حاجات مش ممكن هتتعمل. كثرة النصائح دون مراعاة منطقيتها، يعني ايه؟ مثلا ام مش طايقة اخت جوزها، اختلفت معاها، او اب اختلف مع اخوه، ايه النصيحة؟ ما تتعاملش مع ولاد عمك، ما تزوريش، ما تقابليش مع ولاد خالتك. طب ده منطق؟ يعني بتزرعوا في عيال الكره عشان انتوا بتكرهوا؟ نصيحة بلا منطق، ده نوع من التسلط. بفرض عليهم اللي أنا عايزه سواء يناسبهم أو يضرهم. عايز أقول لكم أحيانا بتبقى كثرة نصائح بما يتعارض مع السن والعصر والزمن اللي عايشين فيه. أنت بتقولي كلام مستحيل يتنفذ في الزمن ده. أنصح الأهالي بالآتي: من فضلكم لا تكثروا النصائح لئلا تفقد تأثيرها. ثانيا: لا تكرروا نصائحكم في أمر معين لئلا تفقد تأثيرها. لا تستخدموا الأسلوب المباشر في إبداء النصيحة. الشاطر اللي يقول الحاجة بأسلوب غير مباشر أو يتكلم على نفسه ازاي استفاد من كلمة واحد قالها له في المجال الفلاني ويعمل نوع من الاسقاط. انصح الاهالي ان انتوا تعلموا اولادكم القدرة على اتخاذ القرار المناسب. ازاي يعرف ياخد قرار؟ اسألكم، انتوا بتنصحوه وقاعد في البيت عشان عمل ولا خلى او طب وفي المدرسة هتقولوا له ايه هو في المدرسة؟ ما انتوا تعودتوه ان هو بيتبرمج، بيتوجه. طب في موقف هياخد هو يتصرف فيه ازاي في المدرسه؟ ما علمتوش. طب اسماعيلي لما هيشتغل ازاي هتصرف؟ لما هيتجوز امام المشكله ازاي هتصرف؟ انت لغيته فكره، انت لغيته ارادته، انت لغيته قدرته على التفكير. السبب كثره النصائح. اسمحوا لي أقول: الأم الحكيمة والأب الحكيم هما القادرين على أن يدربوا ابنهم منذ الصغر على اتخاذ القرار. الأم الحكيمة والأب الحكيم
هم الاباء اللي ما ينزعجوش قدام قرار خاطئ ابنهم او بنتهم خدته. لا، القرار الخاطئ يوجهوه ازاي يعالجه وازاي يتجنبه، والمره الجايه هياخد القرار الصح. دي الام الحكيمه، عندئذ لا يتكرر الخطا. احبائي، القسوه بكل صورها مدمره لمستقبل ولادكم. اكتفي بهذا القدر، ولالهنا كل مجد وكرامه من الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها دائما ابديا امين. احبائي، انا هنا الكلام عن الولدين، وما انهناش الكلام عن الولدين، لان انا هنا العموميات في الكلام عن دور الاب والام، انما في حالات خاصه لازم نسلط الضوء عليها من اجل الاب والام ومن اجل اولادهم. احنا مش عايزين اولادنا يبقوا حقل تجارب لاهالي مش عارفين. اديكوا امثله. امي بتعاني من ابن شقي كثير الحركه، هتتعامل معاه ازاي؟ امي بتعاني من طفل من صغره يتفنن في الكذب حسب رؤيتها، يعني ان ابنها كذاب. ايه تحليل الامر؟ هل هو كذاب؟ طب ازاي نعمل معاه؟ امي بتتعامل مع ابن شديد العصبيه، مع ابن شديد الانطوائيه. امثله عديده، امثله خاصه للابناء، هنسلط الضوء عليها في المرات القادمه، ونرى كيف نتعامل مع كل فئة من هذه الفئات. نتقابل المرة الجاية ونشوفكم على خير، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبدا آمين.